ابتديناها من أول امبارح، وهعمل بالنصيحة اللي اتقالت لي إنه أبطأ شوية. مش لازم نخلص الدراسة كلها خلال ال7 مرات اللي هناخدهم في النهضة، وعلشان تبقى الحكاية يعني إيه مرتاحة، يعني بدل الاستعجال اللي أنا كنت بتكلم بيه، وعشان الموضوع ياخد حقه يعني. وبرضو هحاول إن أتكلم انجليزي وعربي شويه، عشان انا عارف اغلبيه الناس موجودين عربي، لكن هحاول برضو النص كده يبقى النص كده. ابونا يوحنا برضو قال لي، انا بسمع كلام بالطلب، بيتقال لي حاجات كتير فبحاول اسمع الكلام، انه نراجع كده بسرعه اللي احنا قلناه في المرتين اللي فاتوا. فهنراجع من خلال الاستنتاجات اللي اتوزعت علينا، هراجع النقط اللي احنا قلنا. احنا اتكلمنا لحد دلوقتي، قلنا موضوعين، الموضوع التاني ما خلصناهوش. اول موضوع كان سميناه creation and death، creation and fall، life and death. والموضوع التاني كان بتاع امبارح the preparation for salvation. اول يوم اتكلمنا بحسب العنوان الخليقة والسقوط والموت والحياة. ايه معنى الموت والحياة؟ ايه السقوط؟ ايه الوصية؟ بالنسبة لامبارح اتكلمنا عن الاعداد للخلاص. احنا ما خلصناش الموضوع كله، اتكلمنا بس ليه ربنا اختار شعب، فكرة تدبير الله في انه يختار شعب ليه. اتكلمنا انه التدابير السابقة مع الانسان ما نفعتش، لا نفع بالطوفان يتعلم، ولا نفع بانه من تجربه ادم يتعلم. فربنا بعد ما طلعوا من التجربه بتاعه الطوفان عملوا برج بابل، فربنا قال انه نبتدي، يعني برج بابل جت في الاصحاح 11 من سفر التكوين، اصحاح 12 يبتدي على طول اختيار ابراهيم او دعوه ابراهيم. وابتدينا في موضوع الذبيحه والكهنوت، فكرة الذبيحة. فهنراجع كده من الأول اللي احنا قلناه. من أول يوم قلنا الله خلق الإنسان من أجل المحبة، قلنا إنه اختص الله الإنسان بخلقته على صورته ومثاله، فخلقه ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم حيا بنفخة من الله. حياة ربنا بقت مرتبطة، حياة الإنسان بقت مرتبطة بربنا ارتباط مباشر ووثيق. خلقة الإنسان على صورة الله، أعطته العقل والخلود، معرفة الله، الحرية والسلطان على باقي الخليقة. اعتقد في حدش انجليزي هنا غير انجي، مش كده؟ الكونكلوجنز ديت اللي احنا بنتكلم فيها. فبقول من خلقة الإنسان على صورة الله، أعطته العقل، الخلود، معرفة الله، الحرية. تكينا قوي على الحرية، علشان الحرية دي هي اللي كانت لازم يعبر بيها آدم عن محبته لربنا. كانش ينفع يبقى الإنسان يحب ربنا غصب عنه، فكان في حرية، والحرية تستلزم وجود اختيار، والاختيار كان أنه ربنا يقول له ويديله وصية ينفذها ما ينفذهاش. راحة الله هي الدخول في شركة المحبة المتبادلة بينه وبين. حكاية استراحة الله دي معناها أن ربنا يفرح بخلقته وخلقته تفرح به. الله من محبته أعطى الإنسان الحر وصية لكي يكون له حرية الاختيار لإطاعة الوصية من أجل محبته لله. وقديس أثناسيوس قال الله سبق فأمن النعمة المعطاة للإنسان بوصية ومكان. دخل الموت إلى العالم بحسد إبليس، إذ كان هو أحد الكاروبيم، ولكنه عصى الله من أجل الكبرياء، وقد حسد إبليس الإنسان على محبة الله له. الشيطان الشر جه منين؟ لما ربنا صالح وأزلي، جه من الشيطان اللي سقط باختياره. مدخل الشيطان للإنسان هو دائما التشكيك في صدق أقوال الله، زي ما قال له ربنا، قال له لو كلت من الشجرة تموت، قال له لن تموت.
مراحل سقوط الإنسان حوار مع الخطية، ضعف في الإيمان، رؤية جديدة خاطئة أن الإنسان يشوف من منظور جديد، زي ما آدم شاف الشجرة جيدة للأكل، وقلنا أن الشجرة ما كانتش دي بالذات اللي جيدة للأكل، هو شافها جيدة للأكل ليه؟ علشان هو عجبته فكرة أنه يصير مثل الله. آخر حاجة فعل الخطية 12، جاءت نتائج الخطية. الموت بالنسبة للإنسان هو الانفصال عن الله مصدر حياته، ده تعريف الموت. جاءت نتائج الخطية وهي أيضا مظاهر الموت وعلاماته: فقدان البراءة والنقاوة، إحساس بالعري والخجل، خوف، ألم، تعب، لعنة للأرض التي كان آدم متسلط عليه. لم يسمح الله لآدم بالأكل من شجرة الحياة من ناحية، ومن ناحية لألا يحيا في الأبد في حالة الموت والفساد التي كان عليها بعد السقوط، ومن الجهة الأخرى أنه كان محكوما عليه بالموت والحرمان من الحياة. لم تتعارض رحمة الله اللانهائية مع تنفيذه لحكم الموت على الإنسان، لأنه لم يكن من اللائق بالله الصادق في أحكامه أن يتراجع عما سبق وأنذر به الإنسان. كانش ينفع ربنا يتراجع عن إيه؟ عن الكلمة اللي قالها، وإلا يا ربنا يبقى مش صادق في إيه؟ في كلامه. كما أن توبة الإنسان لم تكن كافية لنزع الفساد الذي أصاب طبيعة الإنسان نتيجة الخطية. احنا اتفقنا أن الخطية صاحبها إيه؟ فساد، والفساد ما كانش يتعالج إلا التوبة ما تعالجوش، كان لازم المسيح يجي ويعالج الفساد بأنه يدينا طبيعة جديدة. الله في محبته للبشر التي لا تتغير لم يسمح بموت الجسد وفساده مباشرة بعد السقوط، حتى يكون للإنسان نسل يأتي منه المخلص الموعود به، ولكنه تمم كلمته ومات الإنسان بعد ذلك. يبقى ربنا ليه ما موتش الإنسان مرة في ساعتها؟ موتش آدم في ساعتها، اداله ليه شوية وقت علشان يجي نسل؟ النسل ده مش من حقه يعيش، لأن ده سؤال مهم برضو، إن الناس تقول إيه؟ طب أنا مالي؟ آدم ما غلط، أنا مالي؟ احنا مش من حقنا نكون موجودين. اولاد ادم ما كانش من حقهم يكون موجودين، لان لما ادم اتحكم عليه بالموت ولاده ما كانوش موجودين، وبالتالي وجودهم ده ربنا ادى فرصه للانسان عشان يجيب نسل، عشان يجي منه المخلص، والمخلص ده يشيل الخطايا كلها بتاعه العالم كله. لكن الانسان ما كانش من حقه يكون موجود. مش عارف واضحه الفكره دي ولا لا؟ زي مثلا تخيلوا كده، زي ما حصل في مصر مثلا، انه انتخبوا برلمان، والبرلمان طلع اصلا معمول بقانون غلط، فالبرلمان ايه؟ انحل. البرلمان وقراراته مفروض تسقط، مش كده؟ لانه الـ الـ الاصل غلط، فاللي قائم عليه ايه؟ هغلط، هيقع معاه. واضحه الفكره؟ فاولاد ادم ما كانش من حقهم يكونوا موجودين، لكن ربنا سمح بأنه آدم يعيش لحد ما يجيب أولاد، عشان من نسل المرأة يأتي إيه؟ اللي يسحق رأس الإيه؟ رأس الحي. يمكن النقطة دي ما تعرضلهاش في الكلام الأول امبارح. حتى يكون الإنسان نسل يأتي منه المخلص الموعود به، ولكنه تمم كلمته ومات الإنسان بعد ذلك. لما دخل الموت للإنسان دخل الفساد، وتسلطت الخطية وانتشرت بين جميع البشر، كما لعنت الأرض بسبب خطية الإنسان، وصارت تعلن عن عصيانها للإنسان بالأمراض والزلازل والبراكين والكوارث الطبيعية بكل أشكالها. اتفقنا أنه لما آدم سقط اتلخبطت الخليقة معاه، لأنها مرتبطة بارتباط وثيق. اللي قلناه امبارح ابتدينا امبارح كلامنا برضو الاستنتاجات اللي قلناها. احنا اتفقنا ان ياريتنا ان احنا نحتفظ بالاستنتاجات اللي توزعت علينا امبارح واول، لانه يمكن لو اتحطت ورا بعض تدينا صورة متكاملة عن الموضوع. الله الذي لا يتغير ظل ثابتا في محبته الانسان رغم خطيته، واعطاه الذبيحة للتكفير عن الخطية، والبسه اقمصة من الجلد الناتج عن الذبيحة لكي يستر بها عريه. يبقى ربنا ما فقدش محبته للإنسان رغم خطية الإنسان. صحيح كان لازم يتحكم على الإنسان بالموت، ولكن الإنسان ما فقدش محبته لإيه؟ محبة ربنا ليه. واتفقنا ووضحناها امبارح بالوعود اللي ربنا اداها لآدم، ان نسل المرأة يسحق رأس الحية، ان اداله أقمصة من جلد. حتى قايين لما أخطأ ربنا اداله علامة عشان مش كل من وجده يقتله. 2، إذا رأى الإنسان
النتائج المرة للخطية، فبدلا من أن يثبت في التوبة ومحاولة إرضاء الله بالطاعة ازداد في الشر حتى جاء الطوفان. ولم يتعلم الإنسان أيضا بالطوفان، بل قام ببناء برج بابل لكي ينجو من أي طوفان آخر. يبقى الإنسان ما تعلمش. هنا بدأ الله في دعوة إبراهيم ليكون أبا لشعب كبير يسكن الله في وسطه ويعطيه ناموسه ووصاياه ويأتي منه المخلص. لم يكن اختيار الله لإبراهيم عشوائيا، بل لسابق علمه بإيمانه الذي تبرهن في أعمال كثيرة. شفنا أعمال كثيرة بينت وبرهنت على قد إيه آدم، قد إيه إبراهيم كان شخص يستحق أن يكون هو الإيه المدعو لكون أنه أب لشعب الله المختار. خمسة، طرد الله شعوبا كثيرة من أمام شعب إسرائيل لأجل خطية هذه الشعوب. احنا اتفقنا ليه ربنا سمح بأنه القتل والتحريم وأنه يطرد شعوب قصاد شعب إسرائيل. اتفقنا ده بسبب خطايا الشعوب، مش بسبب أنه ربنا متحيز لإيه لشعب. وكانت وعود الله لشعبه قائمة بشرط الثبات في الإيمان العملي. وعود ربنا كانت مشروطة بأنهم يعيشوا معاه وينفذوا وصاياه. ولما لم يثبتوا في الكثير من الأوقات تركهم الله لأعدائه. يبقى ربنا ما كانش ايه منحاز. ده الخمس نقط اللي احنا قلناهم لحد دلوقتي في امبارح، دول كلهم مختصين بموضوع اختيار شعب اسرائيل كجزء من الاعداد للخلاص، كجزء من الاعداد للخلاص. الجزء الثاني ان ربنا عمل طقس للذبيحة، والذبيحة يقدمها كاهن. احنا ما كملناش الحته دي، هنكملها بنعمه ربنا النهارده. فاتكلمنا امبارح انه تعلم الانسان طقس تقديم الذبيحه من الله مباشره، حكايه اقمصه من جلد شرحناها امبارح برضه. تعلم الانسان طقس تقديم الذبيحه من الله مباشره، وعندما صنع الله لادم وحواء اقمصه من جلد الحيوان المقدمه كذبيحه. تناقل الانسان هذا الطقس قبل الشريعه المكتوبه بالتقليد الشفاهي من جيل الى جيل حتى انه وجد في العبادات الوثنيه. يعني الناس اتعلمت، سلموا لبعض اب لابنه في حاجة اسمها ذبيحة، تقدم ذبيحة لإرضاء ربنا. وكان الكلام ده بيتنقل شفوي، حتى الوثنيين اتعلموا الحكاية ديت. يعني بيقدموا الصنم، بيقدموا الوثن، بيقدموا التمثال، بيقدموا الإله من اختراعهم، لكن بيقدموا ذبيحة. طب منين جابوا هم منين دي؟ لأنه فكرة الذبيحة كانت فكرة إيه؟ فكرة متداولة أو موجودة وسط الإيه؟ وسط البشر، والناس تعلموها. إحنا متفقين إن إحنا، أنا لما ابتديت الموضوع أول إمبارح قلت لكم الهدف إن إحنا نفهم إن الإيمان قد إيه مبني على بعضه. إحنا ليه بنأكد الفكرة دي؟ عشان نأكد في حاجة اسمها ذبيحة. وإيه الذبيحة الحقيقية؟ هي المسيح. فاكرين لما قلت لكم لو انا عايز ارد على حد بيسالني عن التناول من جسد ربنا ودمه ما اقدرش ارد عليه على طول مباشره، لازم اخد له الحكايه من الاول. في حاجه اسمها ذبيحه اهي، وحتى الوثنيين بيقدموا ذبيحه، وحتى الديانات الاخرى اللي ما بتؤمنش بالمسيح اله وما بتؤمنش بيه مخلص وما بتؤمنش بذبيحته برضو عندها فكره الايه الذبيحه. ايه فكرة الذبيحة؟ لو تأكدنا من ان الانسان محتاج ذبيحة تفديه يبقى مش ممكن يكون الحيوان يفديه. يبقى اكيد كل دي كانت اشارة لمين؟ للمسيح المخلص، الذبيحة الحقيقية. النهاردة هنتكلم في الحتة ديت شوية. لم يكن ممكنا ان يتم التكفير عن الخطية، اي تغطيتها وسترها. فاكرين لما كلمنا انه كفارة يعني to cover، كلمة عبرية، أي تغطيتها وسترها بدون سفك دم، أي بدون موت الذي هو ثمن الإيه الخطية. برضو اتكلمنا امبارح أنه كان الدخول في عهد مع الله لا يتم إلا من خلال الدم الذبيحة. واتفقنا أنه آدم موسى فضل طلع نازل ما بين ربنا وبين الشعب، يقول لهم ربنا بيقول لكم كده، ها تسمعوا كل كلام ربنا نسمعه، طب يلا نعمل إيه، نمضي العقد. نمضي العقد ده يعني إيه؟ نعمل عهد. نعمل عهد إزاي؟ نذبح ذبيحة يترش بيها على المذبح ويترش بيها على الناس. ده الإمضاء، ده التوقيع، ده التوقيع. ولا يمكن أن يدخل في عهد، لأن الإنسان أخطأ أمام الله، ولا يمكن أن يدخل في عهد معه إلا إذا قدمت ذبيحة للتكفير عن خطية الإنسان في انتظار ذبيحة المسيح الذبيحة الحقيقية، إذ أنه لا يمكن أن يكون هناك عهد بدون مصالحة.
أعتقد ده مراجعة كده للي احنا قلناه في اليومين اللي فاتوا. نكمل بقى بقية الأسئلة اللي احنا وقفنا عندها امبارح. أنا للأسف عامل البرزنتيشن إنجليزي، بس كنت عايز أشغل شاشة إنجليزي وشاشة عربي. العربي برضو موجود، فأنا آسف أنه ده شغال. تمام، ما ده شغال. طب كويس، يبقى ممكن نشغل ده. تمام كده، كويس قوي. احنا وقفنا في الأسئلة امبارح عند السؤال بتاع لماذا ارتبط الدخول في عهد بين الله والإنسان بتقديم ذبيحة. النهاردة ناخد لماذا الذبيحة ولماذا تكرارها. لماذا الذبيحة ولماذا تكرارها. وهنا Why are these sacrifices and why are they are repeated? Was God in the Old Testament a God of blood and only pleased by the shedding of blood? الإجابة، بولس الرسول يقول إنه أجرة الخطية for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. في أجرة الخطية، في ثمن للخطية، فلازم الثمن يدفع. ربنا مش دموي، لكن في علشان الكلمة اللي قالها ما تسقطش لازم في ثمن يدفع ولازم حد يموت. إن عشان كده المسيح جه ومات وخلاص ثمن الخطية دفع، وقام غلب الموت وادانا هذه الايه، هذه العطية. عشان كده قال لأن أجرة الخطية موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية. The gift of God is eternal life. وقال كده انه for every، انا معلش هقعد يعني ينقل ما بين شويه عربي وشويه انجليزي. For every high priest taken from among men is appointed for man in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins. He can have compassion on those who are ignorant and going astray, since he himself is also subject to weakness. Because of this, he is required as for the people, so also for himself to offer sacrifices for sins. يبقى ليه في sacrifice؟ ليه في ذبيحة؟ عشان في خطية. فربنا مش دموي. لكن ليه ذبيحة؟ وليه متكررة؟ لأن الخطية متكررة، ولأنه الثمن بتاع الخطية موت. فلازم حد إيه؟ يموت. وبرضه يقول كده هوت في العبرانيين، وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. من غير دم ما فيش مغفرة. And according to the law, almost all things are purified with blood. And without shedding of blood, there is no remission. ما فيش no remission of sins without the sacrifice. عشان كده كان في لماذا الذبيحة ولماذا تكرارها؟ لأن في إيه؟ لأن في خطية. السؤال اللي بعده، Why do many types of sacrifice exist and what are these types؟ ليه ربنا ادى انواع مختلفه من الذبائح؟ تلاقوا سفر اللاويين من اصحاح 1-7 كلهم عن انواع الذبائح. ليه؟ ليه كذا ذبيحه؟ هم اولا كانوا 5 انواع ذبائح، 5 انواع من الذبائح. النوع الأول ذبيحة المحرقة، the burnt offering. وده اللي نصليه في التسبيحة، أن المسيح ليه كانوا كذا نوع الأول؟ ليه تعددت الأنواع؟ كلهم كانوا بكل واحدة من الأنواع الذبائح الخمسة بتدي وجه من أوجه الصليب. The different types of sacrifice or the offerings, it was giving a side from the sides of the cross or the crucifixion of Jesus Christ. The first sacrifice, the burnt offering. This offering was all burnt on the altar. It was all burnt on the altar. And from the fire of this offering,
it was taken, the fire is taken inside the tabernacle, and this, the incense is put on that fire, and then the nice smell comes from the incense, and God accept the offering of the people. This is like God, who we are saying on the prayers of the church on the Sunday Sotokiyat al-Had, He is the one who put Himself as an acceptable sacrifice on the cross for the salvation of our species. His good Father smelt it on the evening on Golgotha. يبقى فهذا الذي أصعد ذاته ذبيحة على الصليب عن خلاص جنسنا فاشتمه الآب رائحة إيه؟ فأبو اشتم وأبو الصالح وقت المساء على الإيه؟ على الجلجسة. يبقى المسيح كان ذبيحة محرقة. النوع الثاني من الذبائح the grain offering، دي ما كانتش ذبيحة دموية. It wasn't a bloody sacrifice. كانت تقدمت قربان، كانت دي grain، دقيق. ولكن عبرت عن حياة المسيح المقدسة زي ما الدقيق لونه أبيض ونقي. كانت حياة المسيح مقدسة ونقية. هنتكلم عن حياة المسيح المقدسة، ده موضوع لوحده، انه كان في ضرورة ان المسيح مش بس يموت على الصليب عشان يقدم الذبيحة، لكن كان في ضرورة كمان انه يعيش حياة مقدسة على الارض. كان في ضرورة ان المسيح يعيش حياة مقدسة بطبيعتنا، يصوم عننا. هنتكلم في الحي في ده، يعني ده موضوع جاي بعد التجسد. فاذا النوع الثاني اللي هو الجرين اوفرينج ديت كانت تعبير أو إشارة لحياة المسيح المقدسة، the holy life of Jesus Christ when after his incarnation. وده المسيح اتقال عنه الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر. The third type, the sacrifice of peace. The sacrifice of peace, this is when someone wanted to give thanks to God for something, or to express his gratefulness to God, he offers that sacrifice of peace. The first blood sacrifice, it was, as I said, the burnt offering. This was whole burned on the altar. The sacrifice of peace, everyone eat from it. The priests eat from it. The people or the offerer of the sacrifice eat from it. Everyone, this is, we can call it the sacrifice of joy, of gratefulness. Everyone, and this is a type of the Eucharist. دي مثال للأفخارستية اللي المسيح قدم ذاته للكل. The fourth and fifth types, sacrifices of sin and transgression. ذبيحة الخطية وذبيحة الاسم، دول متشابهين إلى حد كبير. وكان اليهود عندهم، يعني the Jews had like lists of sins for which you should whether offer a transgression offering or a sin offering. But we don't want to get on that much details. Just we want to know that these two kinds of offering, the only one can eat from them was the priest. Why? Because the God wanted to give the feeling of the one who offers this sacrifice that his sin is removed. And if it is not removed, because the sinner bring the offering, and to the priest put his hand on the man or who offers this offering, and he put the other hand on the sacrifice, and through the priest, it's sure this all symbolic, the sin transfers from the sinner to the sacrifice. And when the priest eat from this sacrifice, it was a symbol for the sinner that his sin was forgiven. Because if it is not forgiven, God wouldn't allow his priest to eat from it. واضحة الحتة دي؟ يعني كان ربنا بيخلي الشخص
اللي مقدم الذبيحه الخاطي يجي يجيب الخطيه يجيب الذبيحه والكاهن يحط ايده على الذبيحه وعلى الشخص فالخطيه والشخص يعترف بخطيته فالخطيه تتنقل من خلال الكاهن للايه من الشخص للذبيحه. طبعا الكلام ده كله رمزي. وكان لما يحصل كده ويتذبح الذبيحه وياكل منها الكاهن فقط كانت دي علامه انه لو كانت الخطيه بقت موجوده دلوقتي على الايه على الذبيحه فلما الكاهن ياكل منها كانت دي اشاره لانه الخطيه اتغفرت. لان لو كان الخطيه ما اتغفرتش ما كانش ربنا سمح للكاهن بتاعه انه ايه ان ياكل منها. مش عايز ادخلكم في تفاصيل جامده. It's a sign of acceptance. والدليل على كده the proof for that that when the whole people are in a general sin this was a case stated on Leviticus chapter 4 I think if the whole people fell in a sin they no one can eat from the sacrifice because no one able to because all are sinners. يعني لما كان في احد انواع ذبيحه الخطيه لو الشعب كله وقع في خطيه عامه يقدموا ذبيحه خطيه لكن ما حدش ياكل منها. ليه؟ لانه لما الكاهن بياكل بيمثل قبول ربنا للخطيه لكن لو الكاهن اخطا وكلهم اخطاوا ما حدش ياكل من الايه من ذبيحه الخطيه. مش عايز اعقد الامور صعبه عليكم لكن اللي عايز اقوله انه كانت دي اشاره للايه للمسيح اللي هيجي يحمل ايه عقاب ايه خطاياه. يبقى في ذبيحه السلامه كانت اشاره ذبيحه السلامه اشاره للافخارستيه وذبيحه الخطيه والاسم كانت اشاره للمسيح. اتقال مره عنه انه ذبيحه اسم واتقال مره عنه انه الذي لم يعرف خطيه صار خطيه لاجلنا لكي نصير نحن بر الله فيه. صار خطيه مش يعني هو خطيه صار ذبيحه خطيه صار ذبيحه خطيه. Then Christ was a burnt offering. He was like the grain offering, like the good sacrifice of peace, like the sin and transgression sacrifices. يبقى ليه كان في أنواع مختلفة؟ لأنه كان في أوجه مختلفة للإيه؟ للصليب. هنتكلم بقى في سؤال مهم وموضوع مهم. مين أول كاهن؟ ملكي صادق. موضوع ملكي صادق ده موضوع إيه؟ يعني who is the first priest and why who is the first priest mentioned in the Holy Scripture and what is at and what it was said about him. ايه اللي اتقال عن هذا الكاهن؟ اولا كلمه كاهن هي كلمه اصلا عبريه كوهين ومعناها وسيط معناها وسيط. The word priest or كاهن as we say it in Arabic it is the same as or it's coming from the Hebrew word كوهين and كوهين it means a mediator or intermediate person between two parties. The first time this word is mentioned in the Bible, it was about Melchizedek. And the whole story of Melchizedek, it wasn't stated on the Old Testament more than few verses about him. I'll bring all what was said about him on the Old Testament. اللي اتقال عنه في العهد القديم then Melchizedek king of Salem brought out bread and wine. He was the priest of God most high and he blessed him and said blessed Abraham. Think of this Abraham the father of the fathers أبو الأباء إبراهيم أبو الأباء بيتقابل مع ملكي صادق. والقصة الحكاية كانت إيه؟ إنه إبراهيم راح يخلص لوط اللي اتأثر فدخل في حرب وكسب فكان ملك
عدى في السكة على ملكي صادق. يعني القصة غريبة قوي، حاجة كده محشورة في نص الكلام، الموضوع حكاية تاريخية، في النص يظهر ملكي صادق ويختفي. ايه دوت؟ ايه دوت؟ ده إشارة قوية جدا للإيه؟ للمسيح. هنشوف ازاي انه الايتين دول كم آية؟ دول جينيسيس 14 from 18 to 20 3 verses just 3 verses. وبعدين في صلم 110 يقول كده ديفيد the prophet the Lord has sworn and will not relent. You are a priest forever according to the order of Melchizedek. That's all what he said on the Old Testament about Melchizedek. Four verses. Just four verses. You know how much St. Paul talk about this event? Maybe in two or three chapters of the Hebrews. Because it is full of meaning or symbols to Jesus Christ. Number one, here it is what St. Paul said about Melchizedek. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a tenth part of all, first being translated king of righteousness and then also king of Salem, meaning king of peace, without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life. He was a symbol of Jesus Christ. Someone would ask, I know, I can see on your faces the question, how come he is without father? How come he is without mother? How come he is without genealogy? No? Not earthly speaking. Actually, the church fathers explained this. They said St. Paul was talking to the Jews. The Jews knows that the priesthood is only on Aaron, and Abraham is the father of Aaron. He is the father of Isaac, Jacob, and all the tribes. So he is saying to the Hebrews, check your records. Do you have a name like Melchizedek? You don't have it. He hasn't a father, a priest father. You understand? يعني ملوش أب في الكهنوت. هم كان عندهم السجلات بيسجلوا الأسماء ليه؟ علشان عندهم إنه لازم يتأكد عشان واحد يبقى كاهن لازم يكون بابا كاهن ولازم يكون راجع لمين؟ لهارون. طب هو بيقول لهم كده افتحوا without father هنا without a priest father. His father wasn't a priest from Aaron. وما كانش بلا أم بلا نسب عندكم. يعني the Jews, it was very important for them recording the genealogy. Why? Two reasons. Number one, to make sure that no one can practice priesthood if he is not from Aaron, number one. Number two, because they knew that the Messiah, the Savior, will come from Judah. So the records for them was very important. So here St. Paul, when he wrote that, he wanted to mention to the Jews who are saying, leave Jesus Christ, we don't need Jesus Christ, we go back to Moses, to the priesthood given from God to Aaron. He wanted to say to them, check your records. Do you find someone like Melchizedek as a son of Aaron? Sure not. But this is the one, the Jesus I'm talking about, he's coming on his order. يعني هو عايز يقول لهم انتوا بتقولوا ان الكهنوت في 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 هارون. شوفوا السجلات بتاعتكم، عندكم واحد اسمه ملكي صادق، ما عندناش واحد اسمه ملكي صادق. يبقى بينما داود قال انه اقسم الرب ولن يندم، انت كاهن الى الابد، كاهن والى الابد، وعلى طقس ملكي صادق هتقدم خبز وايه وخمر،
حضرتك كنت عايز تسألي حاجة ولا في سؤالين؟ مايك تاني ممكن ترجمة. بتقول ان ظهور للمسيح ما كانش اتقال على تقسيم الخصال. قديس كرولوس الكبير ليه شرح في الموضوع دوت، بيأكد انه ده مش ظهور المسيح. في رأي بيقول كده، انا عارف ان في رأي، بس الرأي ده مش ماشي مع كلام بولس الرسول. بلا اب وبلا ام بلا نسب، الكلام الاوقع. لانه طب منين المسيح هيجي على طقس ملكي صادق لو كان هو؟ فاذا هو يتقال ان هو عايز يقول لهم انه بلا اب بلا ام بلا نسب، معناها انه بلا اب ولا نسب من جهة الكهنوت، من جهة كهنوت هارون، ماشي؟ وعشان كده المسيح جه على طقسه يقدم خبز وخمر، وملكي صادق بارك إبراهيم أبو الأباء وقدم له العشور. يعني المفروض العشور ياخدها مين؟ هارون وولاده. مين اللي أخذ العشور من مين؟ ملكي صادق أخذ من مين؟ من إبراهيم. يبقى مين كهنوته أعظم؟ ملكي صادق. ومين اللي جاي على طقس ملكي صادق؟ المسيح اللي جاي على طقس. واضحه الفكره ولا لخبطت؟ ها نقولها تاني ولا ماشيه؟ تمام. ف without father without mother without genealogy having neither beginning of days nor end of life. حكايه لا بدات ايام له ولا نهايه ايام، يعني no beginning no end. يعني هو مش موجود له، ما يوم اتولد يوم كذا ومات يوم كذا. هم يقدروا يرجعوا للسجلات يعرفوا هارون مات امتى واتولد امتى، كل حاجه متسجله عندهم. لكن ملكي صادق بتسجل عندهم؟ مش بتسجل عند فكلمه بلا اب بلا ام بلا نسب لا بدات ايام له ولا نهايه حياه، بل هو مشبه بابن الله. مقصود بها كده، مقصود بها انه مش متسجل في الايه، في السجلات. وبقول ده تفسير، مش تفسير شخصي، يعني ده تفسير قديس كرولوس الكبير، وكتير من الاباء قالوا كده. في راي قال زي ما تسوني ناديه قالت انه ده ظهور المسيح، لكن الراي ده تهيالي اوقع ان هو شخص بارك ابراهيم وما كانش ظهور ومثلا ما كانش معاها مثلا سجود. يعني كل ظهورات الابن مثلا في العهد القديم صاحبها انه اتسجد له، زي ما مثلا ظهر رئيس جند الرب ليشوع، زي ما ظهر لما نوح ابو شمشون. ما فيش حاجه بينت ان هو ايه، ان هو ربنا. يعني beginning of days nor end of life but made like the son of god remains a priest continually. Now consider how great this man was, to whom even the patriarch Abraham gave a tenth of the spoils. And indeed, those who are of the sons of Levi who receive the priesthood have a commandment to receive tithes from the people according to the law. That is, from their brethren, through they have come from the loins of Abraham. But he whose genealogy is not derived from them received tithes from Abraham and blessed him who had the promises. واضحة الحكاية. يعني هو هنا بيتكلم عن الأنساب اللي ملوش نسب، الذي لم يكن له نسب منهم. ثم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء، عشرا أيضا من رأس الغناء. وأما الذين هم من بني لاوي الذين يأخذون الكهنوت فلهم وصية أن يعشروا الشعب بمقتضى الناموس أي إخواتهم، مع أنهم قد خرجوا من صلب إبراهيم، ولكن الذي ليس له نسب منهم. الحتة دي ماشية مع الفكرة أنه بيتكلم عن النسب. بصوا في سجلاتكم تسمعوا عن ملكي صادق موجود عندكم كابن للهارون؟ لا. قد عشر إبراهيم يعني إيه؟ خد منه ليه؟ العشور. وبارك الذي له المواعيد وباركه. مش بس كده، مين اللي يبارك مين؟ الكبير يبارك صغير، زي ما في الكنيسة مثلا يبقى في أسقف، الكاهن ما يطلعش الصليب علامة البركة. مين يبارك؟ الأسقف، هو الكبير. فهنا مين اللي بارك؟ ملكي صادق بارك مين؟ إبراهيم أبو الآباء اللي جاي من صلبه ومن نسله لاوي وهارون. يبقى مين أعظم؟ ملكي صادق. ومين اللي جاي على طقس ملكي صادق؟ المسيح، مش كده؟ أنتوا واخدين بالكم الفكرة ليه؟ أنا ليه بنحكي في الكلام ده؟ إحنا بنتكلم مين المسيح بتاعنا؟ إيه إيماننا؟ يعني أنا بستغرب جدا، نفسي أقرأ
عن اليهود بيفهموا الكلام ده ازاي، بيقروه ازاي ويفسروه ازاي. مين اللي قدم خبز وخمر؟ دي حاجة تقدمة غير عادية، مش معتادة تقدمة الخبز والخمر. المعتاد في العهد القديم ايه؟ حتى عند الوثني الذبيحة الحيوانية. ايه الخبز والخمر؟ وايه تقصى انت الكاهن الى الابد على تقصي من قصادك؟ وايه الاربع ايات دول اللي في العهد القديم؟ واحدة ابراهيم 2000 قبل الميلاد، داود 1000، ويجي بولس يشرح فيها اصحاحين ثلاثة. وبدون كل مشاجرة but he whose genealogy is not derived from them received tithes from Abraham and blessed him who had the promises. Now beyond all contradiction, the lesser is blessed by the better. الأصغر يبارك الأصغر يبارك من الإيه؟ من الأكبر. But there he receives them. Here mortal men receive tithes, but there he receives them, of whom it is witnessed that he lives. Even Levi, who receives tithes, paid tithes through Abraham, so to speak, for he was still in the loins of his father when Melchizedek met him. إيه الحتة دي؟ هو عايز يقول إنه وأما وهنا أناس مائتون يأخذون عشرا. مين الأناس المائتون يأخذون عشرا؟ أولاد هارون. مين اللي بياخدوا العشور؟ أولاد هارون. وأما هناك فالمشهود له بأنه حي. مين المشهود له بأنه حي؟ طبعا ده هنا على مين؟ المسيح. هو بيقارن ما بين هارون والإيه؟ المسيح. ومين أعظم؟ ليه بكلمكم في ده؟ أنا ما خرجتش بره موضوعنا. احنا بنتكلم عن الكهنوت. كان في كهنوت في العهد القديم، لكن كان هدفه يشير لمين؟ There was a priesthood in the Old Testament, but it was the reason why God has given the commandment of having priests and priesthood, it was to be a symbol for the true priesthood and of the true Savior, Jesus Christ. You understand the point? واضحة النقطة؟ فالمشهود له بأنه حي. حتى أقول لكم إن لاوي أيضا الآخذ الأعشار قد عشر بإبراهيم. هو عايز يقول إنه الناس بيدفعوا للكهنة وبيتباركم من الكهنة في العهد القديم. لاوي الكاهن اللي منه هارون دفع العشور لمين؟ لملكي صادق. وملكي صادق بارك مين؟ بارك إبراهيم ولاوي بالتالي. يبقى مين الأعظم؟ ملكي صادق. ومين اللي جاي على تقصي ملكي صادق وكاهن إلى الأبد؟ المسيح. يعني أنا تخيل لو بقول لكم، أنا مش عارف اليهود بيكتبوا إيه وبيبصوا على الحتة دي إزاي. هم عندهم أزمات كتيرة. يعني مثلا مفروض هنتكلم، مش عارف النهاردة هنلحق ولا لا، يعني يمكن بكرة، يمكن بكرة. مثلا أشعياء 53 بيفسروه إزاي؟ بيفسروا إزاي؟ إزاي يقدروا يفسروا أشعياء 53 اللي منطبق على المسيح بكل دقة؟ احنا الموضوع اللي جاي هيكون عن النهارده، مش هنلحق بكره بقى، عن النبوات. النبوات بتتكلم بكل وضوح. اهو ملكي صادق من الـ من الـ من الـ 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 الاشارات الكبيره جدا للايه؟ للمسيح. وكهنوت المسيح، المسيح الوسيط الحقيقي، الوسيط الحقيقي اللي يقدر يربط الارض بالايه؟ يصالح الارض مع السماء. لكن كهنه العهد القديم كانوا ايه؟ كانوا مجرد رموز بتشاور على مين؟ على المسيح. تاني نكتفي بهذا القدر النهاردة، وبكرة نكمل. معرفش لو في حد عنده أي أسئلة في اللي قلناه. أيوة تفضلي. هو الشعب المختار هو اللي جه من إبراهيم، والأصول إن الشعب ده قربي المايه، الأصول إن الشعب دوت الجينالوجي بتاعه، وبنقول إن ملكي صادق مش المسيح، مش رام، يعني مش ظهور، مش من هارون، يعني عزول. مش من يعني هو مش من شعب الله المختار، وبرضه مش ظهور للمسيح. كويس. هو كان في كوكب، يعني ايلين جه منين؟ رمز للمسيح.
وكان كمان زي ما بقول لما نبص على القصة دي يعني إيه مين اللي هيبقى كاهن إلى أبد على نقص من الصادق؟ مين اللي هيقدم خبز وخمر؟ فنلاقي الكلام ده ما يتفسرش وما يتفهمش إلا في إيه؟ إلا على المسيح. يعني ليه الحتة دي محطوطة؟ ليه الإنجيل يتكلم عن واقعة زي دي؟ بقول لك ثلاث آيات محشورين في نص الكلام. أوكي، ما هي دي المفهوم إن هو ده الكهنوت الأبدي اللي هو بتاع المسيح. بتاع المسيح. أوكي. تمام. وبيمثل المناولة وكل. تمام. كل ده إتس أوكي. هو كشخص فيزيكلي في بني آدم ظهر لإبراهيم. آه. Who is he? Where did he come from? كويس، سؤال كويس. يقال the question here is who is Melchizedek as a person. The Saint Jerome from or Ambrosius from the I think the fourth century مش كده يا ابونا جيروم قرن الرابع وقرن الخامس. He said that I have seen the الآثار أو الأركيولوجي يعني have seen بقايا القصر بتاع the palace of Melchizedek. He was a living person. He was a king of a place around Palestine. ففي كان في مكان اللي هو ملك عليه. وبيقول لك قديس جيروم قال رأيت خرائب قصر ملكي صادق. إذن هو كان شخص موجود. وفي الأركيولوجي بيقول إنه يعني في ناس شافت البقايا والأثار بتاعة القصر بتاعه. لكن القصة قالت ليه؟ كانت رمز. ربنا استخدم هذا الشخص علشان يدي رمز لمين؟ للمسيح. زي بقول لك تخيلي إنه ثلاث آيات المحشورين في سياق قصة تاريخية حرب ومش عارف إيه، تلاقي إنها يتكلم فيهم بولس الرسول إصحاحين ثلاثة وهو بيتكلم عن المسيح الكاهن الحقيقي. أوكي، مش عايزة أتوه لأن قدسك عايز تركز على موضوع الخلاص. لكن does this mean that this kingdom was doing the right thing in God's eyes؟ بتاعت ملكي صادق، ما احنا شفنا دلوقتي ان there are ruins او there are he was doing good things but he is not a savior. No, he's not a savior, but is this kingdom or this people or this group of people were doing the right thing in God's eyes, in God's sight? I don't know. What I know that why the Holy Spirit through Moses wrote these three verses, the reason just to focus on Jesus Christ. That's all what I know. ها؟ مكتوب لليهود ولينا كل ما سبق فكتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعذيب في الكتب يكون لنا رجاء عشان أعرف إيماني متأسس إزاي. المسيح مش شخصية ظهرت فجأة. أنا آسف يا بودي. لا هنا لا مزبوط يعني، بس هو من ما فيش حد الجميع زاغ وفسد وأعوزهم مجد الله، لكن from this aspect he was a symbol for Christ. من ناحية إنه كان كاهن وبيستعمل الخبز والخمر وكان كهنوت يعني high rank of priesthood، درجة إن إبراهيم اللي قدم له الطيفس فهو high rank of priesthood يعني superior than the Aaron priesthood. فمن ناحية دي هو رمز للمسيح. أما من ناحية كمملكة الناس كلها كانت بتلخبط يعني، لأن الشيطان كان يعني هو اللي مسيطر على الناس، فالناس بتغلط، في الخطيه موجوده في الكل. لكن هو من زاويه معينه طريقه الكهنوت بتاعته كان اشاره للمسيح وكانت مختلف زي ما بيقولوا حكايه عن الخبز مختلف عن الطبيعي اللي ابونا بيحكي ان كل البشريه كانت بتقدم ذبائح دمويه. ده بحاجه غريبه، انا بيقدم ذبيحه خبز وخمر واسمها ذبيحه، على فكره مسميها ذبيحه. فين اللي بيتذبح ده؟ خبز وخمر بس بيقول لك ذبيحه. فدي برضو يعني this type is يعني refers to the Lord. في سؤال بالضبط ده ما يعنيش ان هو والشعب بتاعه احسن من الباقي، وحتى لو كان احسن في الاخر احسن، بس في الاخر زي ما قال ابونا الجميع زغوا فسدوا، مش ما نالش الخلاص ولا يقدر يخلص. حركة تايزو يعني ستمائة سنة.
600 سنة تقريبا. ما كانتش واضحة. لا بس ليه بولس اتكلم عنها؟ لأنه اليهود بيقولوا احنا مش عايزين المسيح، احنا عندنا كهنة وكهنوت. واضحة الفكرة؟ يعني الرسالة العبرانيين the Hebrew epistle it was all about comparison between Jesus Christ and all what is in the Old Testament. And it Saint Paul wanted to say that every thing in the Old Testament it was a symbol to Jesus Christ, and Jesus Christ is a fulfillment of all what is in the Old Testament. So the Hebrews were saying, or the Hebrew people who were against or opposing God or the incarnation of Jesus Christ, they said we don't need Jesus Christ. We're having priesthood, we're having Moses, we're having Aaron, we're having the law, we're having all of that, we don't need Jesus Christ. So St. Paul wanted to tell them that all what you have is just symbols that are fulfilled in Jesus Christ. الحقيقة ليه بنتكلم في ده؟ أنا يعني أرجو إنه ما حدش يحس إن تبدو إنها حتة جانبية. يعني it looks like a side note. Actually it is on the core of our topic. Because we need to know what we are doing and what the origins and the roots of what we are doing. What is the Eucharist? Here are the very old roots of the Eucharist which we are practicing every day. And this is the true sacrifice that is able to release to forgive the sins of the whole world. احنا القصه بتاع ملك صادق دي بتأيد او تقول لنا فكره ان الله لم يترك انسان في الارض لا اممي ولا من بني اسرائيل الا ما كان في كوميونيكيشن وكان في اتصال وكان بيدور على كل واحد. بس الشعب اللي بعت الله كان بيعاقبه بحاجه. ولما ضو لايك نينوى طبعا اي اجري تمام تمام اي اي This question is not related to the subject now, but is there any way to know if there was a salvation journey also for the cherubim who fell before Adam and Eve, and what, how much different between the freedom of choice for the cherubim versus Adam and Eve? They are saying that as per the nature of the angels. They fall purposely and without any probability to of repentance. So the nature was different. That's a difference. Another difference between the fall of the angel and the fall of man, that man fell through the envy and the deception of the Satan. But Satan He fell from himself. That's what is written on many books, but I mean, there is no clear reference about that. Yes, Ella, any other questions? The story. Melchizedek, we're having. You mean other than the Bible or like on the Bible? In the Bible. Yeah. Just four verses. That's it. Just four verses. Three on Genesis 14 and one in Psalm 110. And then on the New Testament, as I said, two or three chapters, Paul was talking in on that particular event. So it's just four verses. It tells us about the event. Yeah. It doesn't. No, St. Paul is not just telling the event. St. Paul is explaining. Okay. Explaining. Thank you. So it was maybe a pivotal point on maybe three or four chapters. The verse of Psalm that God sworn that you are the priest to the eternal priest or so. أنت كاهن إلى الأبد على تقسيم الكساد. فهم أربع آيات فقط.
وده العجب. وزي بقول العهد، احنا اتفقنا امبارح على مبدا مهم قوي، ان احنا العهد القديم بيشرح العهد الجديد، بيشرح العهد القديم. فلما يجي بولس يلقط الخط ده ويتكلم فيه في اصحاحين ثلاثه، ده موضوع، ده اشاره كبيره قوي للمسيح. اي اسئله اخرى؟ اتفضل. بكره يمكن يبقى الوقت عندنا اكتر والناس مور فريش يعني ان شاء الله. ثانك يو ابونا. اوكي سو ذا فورث ايبيسود يعني ويل بي تومورو، اند ذن ثيرزداي تيوزداي ابونا بافلوس ويل بي وذ اس ان ذا ريفايف. من الليلويا دوكسا باتريك يوكي اجيو بنيماتيك نينكيا ايكستوس ايوناستونيون ونامين تنوشي فولينغو ايموشيو فنشوينس ايسوس بخريس سمونيا ايرنتت فنمني موهم فيارو نمني سيتي نمني سماري بكناي نمتكرين او ينصفتن بكلا او ستيمونو ناينان كيريه ليسون كيريه ليس كيريه بلوغي سون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استيمي تانيا كوني ايفول غو امبي اسمو بالنوتي. امين اسشوفي يا المسيح الهنا ملك السلام، اعطنا سلام وقر لنا سلام وكفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي لغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد يا الله. والآن محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة محبة عطية روح قدس تكون مع جميعكم. دوب السلام. سلام رب يكون معكم.